الصلاة حق
الله تبارك وتعالى عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم العصر في المدينة، فلما فرغ من صلاته وسلم قام مسرعا يتخطى رقاب المصلين إلى بعض حجر نسائه، فتعجب الناس من سرعته صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الناس متعجبون من سرعته، فقال: ذكرت شيئا عندنا من تبر فكرهت أن يحبسني فأمرت بتقسيمه. حمل الأمانة، توزيع الأمانة، والله حصل رجل أعطى أمانة لرجل أن يعطيها لفلان، وبعد أيام صاحب المال يسأله: يا فلان، فلان أعطاك مالا لي؟ قال: نعم. قال: فما هو؟ أين هو المال؟ قال: خذ نصفه ونصفه إلى أن يسر الله. ضيع الأمانة، هي فلوسك، هو مالك، ضيع الأمانة. يا سيدي لو مش قادر تتحمل الأمانة ما تاخدهاش، ما تتحملش الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم والذي غفر له ما تقدم من ذنبه يسرع بعد الصلاة ويتخطى رقاب المصلين لكي يؤدي الأمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكرهت أن يحبسني شيئا من الكبر، يحبسني يوم القيامة. والناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يحبسون الأمانة ولا يؤدونها إلى أصحابها. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ويحثنا على فعل الخيرات، سواء في العبادات كالأماني والصلاة والصف الأول، وكصلاة العشاء والفجر في جماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول وما وجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفعل الطاعات وفعل الخيرات، سواء في العبادات أو في حقوق الناس. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يطبقون ما في القرآن الكريم. سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأن أحب أموالي إلي بيرحاء. وكان سيدنا أبو طلحة أكثر الأنصار مالا من نخل، عنده نخل كثير، وكان عنده بيرحاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها بارد. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإني جعلتها لله تبارك وتعالى. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: بخل بخل، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، ولقد سمعت ما قلت ولكني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة الأنصاري: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. الإسلام أيها الإخوة ليس مقتصرا على الصلاة والعبادات والصدقات فقط، لكن الإسلام متسر في أبواب الخير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل إليه ناس قالوا: يا رسول الله، ما لأهل الدثور يذهبون بالأجور فيصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون من فضول أموالهم ونحن يعني ليس معنا ما نتصدق به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بكل
والامر بالمعروف صدقه، والنهي عن المنكر صدقه، واماطه الاذى على الطريق صدقه. ابواب الخير متسعه. لذلك الرجل الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فدلني يا رسول الله على عمل اتشبث به. ابواب الخير كثيره، انا عايز عمل يا رسول الله اتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لان الله تبارك وتعالى قال: الا بذكر الله تطمئن القلوب. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، واستغفره يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته الطيبين الطاهرين. اما بعد، ايها الاخوه الاحباب، لعل من اهم المعوقات التي تعود بينك وبين اقتناء فعل الطاعات الغفله، غفله القلوب. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله. الميت الذي في قلبه غفلة، الميت الذي في قلبه غفلة. لذلك قال الله: إنما يستجيب الذين يسمعون. بإذن من؟ بإذن من؟ بإذن الله تبارك وتعالى. فلذلك إذا رضي الله تبارك وتعالى عنك نزع الغفلة من قلبك. عارف قلبك ده زي ايه؟ زي زجاجة السيارة بالظبط، وانت ماشي في تباب او في يعني عتبة، فلابد عليك ان يكون معك امور ثلاثة. لابد المساحات بتاعت العربية تبقى شغالة، والمية اللي في العربية تبقى شغالة، والنور بتاع العربية بتاع حضرتك يبقى قوي عشان تقدر تكشف الطريق. لو حصل خلل في أحد من الأمور هذه الثلاثة تهلك ورب الكعبة، ما تقدرش تمشي، خلاص تقف، لازم تقف، وإن مشيت تهلك. كذلك القلب إذا تحرك لله تبارك وتعالى الجوارح كلها تتحرك، اليد تتحرك، الرجل تتحرك، العينان تتحرك، الاذنان تتحرك، فالقلب امير البدن. اذا تحرك القلب لله تبارك وتعالى نجوت رب الكعبه. فاذا حصل على الزجاج او على القلب تباهي ومعكش مساحات، المساحات اللي هي الاستغفار، ومعكش الميه التي تتساقط من خنوعك اذا ذكرت الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وذكر منهم وقال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع. ففاضت عيناه بالدموع. لما تقف مع نفسك وتغلق باب الغوض عليك، ثم تتذكر الله تبارك وتعالى، او تسمع آية من آيات الله، ثم يعني تتساقط دموعك من خشية الله، فأبشر ورب الكعبة. أما إذا أغلقت على نفسك الباب ثم تأتي المعاصي، ثم تشاهد الأفلام الإباحية وتشاهد الصور الخليعة، فاعلم أن سخط الله تبارك وتعالى عليك. أنا مش عايز أطول. سيدنا الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه لما وقف على شفير قبر عند دفن صاحبه وعن يمينه الرجل، فلما نظر سيدنا الحسن البصري إلى هذا الرجل وهو ينظر إلى صاحب القبر أو إلى القبر، فقال له: يا هذا، أترى لو أن الله تبارك وتعالى أحيا صاحب القبر ماذا يفعل؟ قال: يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الخيرات
قال: وارحمنا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا، واختم الباقيات الصالحات رب اعمالنا، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه.